السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحاب الغر الميامين. ازيكم يا سنة تالتة اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض lessons 3 and 4، الدرسين 3 و 4 on unit 3 في الوحدة التالتة. تمام، هناخد بس الدرسين القراية والاستماع زي ما انتم عارفين، والحصة الجاية هتبقى الجرامر ان شاء الله. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. العنوان هو lessons 3 and 4، الدرسين 3 و 4. نقرب الكاميرا ونقرأ الكلمات. اول حاجة الكي فوكاب، عندي كلمة ساكن او نزيل larger larger larger. تمام، larger larger. طيب مقعد بقى، بس ثابت يا ولاد ما بيتحركش، زي مثلا اللي في الجناين كده اسمه ايه؟ bench 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 bench، زي البنشات كده اللي موجودة في المدرجات بتاع الكلية، مش بتتحرك، يبقى نقول عليها bench. يحيي او يرحب greet 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 greet. تمام، طيب حد بقى حسن المعاملة او عطف او كلمة طيبة، كل ده بنقول عليها kindness kindness. kind عطوف وبتحط الناس السفكس ده، يبقى kindness kindness kindness. طيب كتابة ورسوم على الجدران، بكتب او ارسم على الحيطة زي صاحبنا ده اللي في الصورة، اسمها graffiti 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 graffiti. سهل قوي، g r a 2 f i t i، سهلة. تمام، واحنا كلنا عارفينها الجرافيتي، احنا بنقول على جرافيتي، هي اسمها جرافيتي. طيب عندي بعد كده forms of communication، وسائل التواصل او اشكال التواصل. عندي اول حاجة الاجتماعات اسمها meetings meetings meetings. الجريدة المحلية local newspaper local newspaper. مركز خدمة المجتمع community center community center، ممكن تسمعها community center، الاثنين صح. لوحة اعلانات notes board notes board notes board. تمام، طيب خدمات شبكة التواصل الاجتماعي social network services. social social الشاه جت من السي اي وبعدها حرف متحرك، يبقى social network services services. تمام، طيب الملصقات بقى زي الصور اللي بنشوفها في الشارع كده، اعلان بقى على اي حاجة، اسمها posters posters posters. المنشورات او الكتيبات اسمها leaflet leaflets leaflets leaflets. محطة الاذاعة المحلية local radio station local radio station، اوعى تقولها راديو، اسمها radio وستيشن اللي هي المحطة، سواء بقى محطة القطر او المحطة بتاع الاذاعة. تمام، دي كانت الكلمات الاساسية. تعالوا نحل على بوب كويز. اول حاجة great kindness larger graffiti notes board. it's important to know people when you meet them، بيقول لك مهم ان انت تعمل ايه للناس لما تقابلهم، يبقى اكيد great ان احنا نحييهم. a note page for a room in a house، بيدفع تمن غرفة في بيت، يبقى ده larger اللي هو النزيل. تمام، الساكن يعني. note of your teachers helps you to learn well، بيقول لك مش عارفة ايه من والديك ان هم يساعدوك ان انت تتعلم كويس، يبقى ايه؟ kindness عطف منهم او طيبة. the school puts all the instructions for the students on the، بيقول لك ان المدرسة بتحط كل التعليمات للطلاب على الايه؟ يبقى notes board اللي هي الايه؟ لوحة التعليمات او الاعلانات. تعالوا بقى نشوف هنا كلمات lesson 3. عندي communicate communicate communicate، دي دايما يا ولاد بيجي وراها with communicate with. طيب عندي شؤون او امور او قضايا matters matters matters. اعمال تجارية business business business. خبرة او تجربة حياتية experience experience experience. تمام، طيب تعالوا بقى نكمل الكلمات. عندي هنا رسالة شكر اسمها message of thanks message of thanks. سوق المواد الغذائية food market food market food market. مسرور pleased pleased pleased، هي من فضلك please بس بتحط لها دي في الاخر. تمام، زوار او ضيوف visitors visitors visitors. حلاوة او عزوبة sweetness sweetness sweetness، يعني حاجة مسكرة. طيب فن الخط خدناه في سنة تانية اعدادي اسمها calligraphy calligraphy calligraphy. ورقة شجر leaf leaf leaf. ما
مالح salty 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 تمام. لطيف او ممتع pleasant 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 تمام. طيب عندي بعد كده الظلام اسمه ايه؟ darkness darkness darkness. ضعف weakness weakness weakness. مرض illness illness illness. موضوع topic topic topic. يحترم يحترم او احترام respect respect respect. يسترخي relax relax relax. وسائل الاعلام ميديا ميديا ميديا. يعزف او يلعب او يمثل او مسرحيه. كل دول play 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 تمام. طيب عندي بقى الاسم فور الدرس الرابع. عندي كلمه مستاجر زي اللادجر بالظبط اسمه ايه؟ تنانت تنانت تنانت. 10 تن ونمله انت حطهم هما الاثنين مع بعض يديك كلمه مستاجر تنانت. طيب مصنع فاكتوري فاكتوري فاكتوري. اساس اللي هو العفش اللي عندنا في البيت اسمه ايه؟ فيرنيتشر فيرنيتشر فيرنيتشر. وجبه صحيه هيلثي ميل هيلثي ميل هيلثي ميل. يتخيل إماجن 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 تمام. طيب عندي تصرفات الافعال الغير منتظمه ريد ريد ريد. كم كيم كم. باي بيد بيد. سيل سولد سولد تمام. الديفينيشنز بقى التعريفات نقراها مع بعض. عندي كلمه بنش لونج سيت فور تو بيبل اور مور. بيقول لك مقعد طويل كده لشخصين او اكتر. جرافيتي writing or writing or pictures that people paint or draw on on walls for buildings although they should not do this. بيقول لك اللي هي الكتابة او الصور اللي الناس بتلونها او ترسمها على الحوائط بتاع المباني اللي المفروض ان هما ما يعملوش كده تمام. طيب kindness حسن المعاملة او الطيبة. the quality of being kind يعني ان انت تكون عطوف helpful شخص مساعد and caring towards other people. وكمان تبقى مهتم او اهتمامك في معاملتك اتجاه الناس. great يرحب او يحيي say hello to or welcome someone. ان انا اقول له مرحبا اقول له welcome يعني يبقى انا بعمل له greet زي good morning good afternoon. يبقى دي كلها بنقول عليها greetings. عندي بقى lodger الساكن someone who pays for a room in a house. الشخص اللي بيدفع لغرفة في البيت. طيب notice board a board that people put on a wall to put messages on. بيقول لك هي عبارة عن لوح الناس بتحطها على الحيطة عشان تكتب عليها رسائل تمام. طيب paid مدفوع او دافع. بيقول لك give money to for work someone has done. بان انت بتدفع فلوس لحد عمل لك حاجة. tenant someone who pays to live in a house بيدفع عشان يعيش في بيت. اما lodger بيستأجر ايه؟ room غرفة. خلاص كده عشان ما تتلخبطش ما بين الاثنين ده ساكن او نزيل وده ايه؟ مستأجر. طيب تعالوا بقى ناخد الكلمة وعكسها synonyms والantonyms. يا اولاد عندي كلمة kind هي friendly والantonym هيبقى unkind. well هي fit او good والمضاد هتبقى ill او unwell. طيب remember keep in mind او memorize زي ما خدناها قبل كده والمضاد هتبقى forget. pleasant nice او good والمضاد unpleasant. great يبقى welcome او say hello to او المضاد بقى هتبقى ignore. طيب fail هي miss والمضاد هتبقى pass او succeed. paid هي salaried او rewarded والمضاد هتبقى free حاجة انا بدفع لها التانية مجاني يبقى free. noisy هي loud والمضاد هتبقى quiet او silent. poor needy شخص يعني محتاج والمضاد هتبقى rich او wealthy تمام يعني غني. عندي بقى suffix والperfix. عندي الperfixness بيحول اسمه على طول زي weakness kindness darkness تمام. حاجات كتير قوي خدناها على الكلام ده. الواي بتكون صفة زي تيدي هابي انجري. طيب الاي ار خلاص كلنا عارفينها بتكون ايه؟ اسم الفاعل تمام زي سترينجر حد غريب زي تيتشر زي ليرنر. طيب زي بيكر. الان تدي الايه؟ العكس على طول زي unpleasant unwell unkind unhappy كل الحاجات دي. نيجي بقى هنا للجنرال نوتس. ايه الفرق ما بين كلمة لادجر وتيننت تمام؟ اسمها lodger او tenant. الفرق قالك ان lodger is someone who pays rent for a room in a house. اول ما تلاقي كلمة room الغرفة
يبقى ده اللاجر النزيل. اما التننت الشخص بقى اللي بيدفع عشان يعيش في البيت يبقى مستاجر، مأجر مثلا شقه، مأجر مش عارفه ايه. لكن اللاجر بيأجر اوضه واحده بس، زي البنسيون كده يا اولاد، زي اللوكاندا ومثلا الحمام بيكون مشترك وكده. تمام. طيب thanks to و thanks for. thanks to يعني بفضل الشخص ده او بسبب الشخص ده، يبقى thanks to بفضل شخص او بسبب الشخص ده. اما thanks for، وخلي بالك منها، مهمة قوي 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 اهو، مهمة. thanks for يجي وراها اما اسم اما اي ان جي، اقول thanks for helping me او thanks for your help، شكرا لمساعدتك او ان انت ايه ساعدتني. طيب help معناها يساعد، help with بيساعد في كذا، وهيلب بس بيجي وراها تو والايه والمصدر او الفعل في المصدر. عندي اكسبيرينس واكسبيرمنت، اخدناهم كتير جدا. اكسبيرينس الخبره او اسم لا يعد، اما اكسبيرمنت تجربه حياتيه او تجربه معمليه. تمام. التجارب الحياتيه اكسبيرينسز وهي اسم لا يعد، اما التجارب اللي بعملها بقى في المعمل اسمها اكسبيرمنت. هيستوريك وهيستوريكال، عشان ناس كتير بتتلخبط فيهم. الهيستوريك ليه اهميه تاريخيه زي مثلا المكان، اما هيستوريكال متعلق بالتاريخ، يعني لما اقول لك المبنى ده تاريخي يبقى هيستوريك بيلدينج. تمام. هيستوريك ذيس بيلدينج از هيستوريك، ليه اهميه تاريخيه زي المكان، وهي دايما بتيجي مع الاماكن. اما بقى هيستوريكال قال لك ليه متعلق بالتاريخ، ريليتد تو هيستوري، يعني مثلا الكتاب ده تاريخي، مش عارفه البوت دي الاناء ده مش عارفه من سنه كام، يبقى تاريخي يبقى هيستوريكال. تمام. بس سهلة يعني، يبقى ده متعلق بالتاريخ اما ده ليه اهمية في التاريخ. تمام. طيب عندي بقى عند كده الامبورتنت اكسبريشنز والبريبوزيشن، هنقراها مع بعض. تعالوا بقى نروح للسكيلز اللي هي الريدنج والليسنينج. اول حاجة الليسنينج، المان والتين جيرل، يعني بنت مراهقة، وجايب لي الصورة دي بيقول لها thank you all for coming along to the meeting. I'm going to show you a page on the whiteboard. Can you all see it clearly? What is the page from? Is it a website? هما هو هنا شكرهم كلهم عشان حضروا الميتنج. تمام. وبيقول لهم هعرض لكم صفحة على الوايتبورد، على السبورة يعني البيضة زي اللي بنشرح عليها كده، وبيقول هل واضحة معاكم؟ فقالوا له هل الصفحة دي ايه؟ هل هي من ويب سايت، من موقع؟ تمام، موقع يعني من على الانترنت. بعد كده قال لها ايه؟ yes it's a website for the local community for to share ideas called a social network service page. We are going to start one two. Is anyone interested in helping? قال لها ايوه ده من موقع للمجتمع المحلي، يعني عشان بتشاركوا فيه الافكار. اسمه ايه؟ الصفحة اسمها صفحة خدمات الانترنت للتواصل الاجتماعي يعني. قال لها هنبدأ start one، هنبدأ في أول واحدة. بيقول هل أي حد مهتم إن هو يساعد؟ فردت عليه السيدة وقالت له it's a very good way to communicate with everyone. After all not everyone can come to meeting and it's much quicker and cheaper than delivering leaflets. How do we start؟ قالت له دي طريقة كويسة ان احنا نتجمع بيها او نجمع كل الناس بيها، لان مش كل الناس هتقدر تيجي الاجتماعات. فبتقول كمان هي اسرع وارخص من ان احنا نبعت ايه منشورات. فقال لهم how do we start، يعني كيف نبدأ. تمام. تعالوا بقى هنا للcommunity matters اللي هي المواضيع المجتمعية. اول حاجة بيقول the kindness of strangers اللي هو معاملة الغرباء بلطف. طبعا المصريين مشهورين بالحته دي. thanks to the kind person who helped me elder who helped my elder neighbor last week. He felt unwell and someone kindly helped him to a bench to sit on for a rest. بيقول بقى يعني دي اول موضوع معانا اهو، ومديني مثال عليها، كل موضوع عليه مثال. بيقول شكرا للشخص الطيب اللي ساعد جاري الكبير الاسبوع الماضي. بيقول حس ان هو مش كويس يعني عيان او تعبان، وبيقول هو ساعده بايه؟ بلطف، وجاب له بنش يقعد عليه عشان يرتاح. بعد كده بقى بيقول we need more trees، احنا محتاجين اشجار اكتر. بيقول ايه؟ a few of us are going to plant some trees along the streets.
It will help with pollution and also encourage more visitors to our town. How who is interested in joining our project? بيقول بقى ان في ناس قليلة مننا هي اللي بتزرع الايه الاشجار ويعني على طول الايه الشوارع. وبيقول هيساعدوا ان احنا نقلل البلوشن التلوث ونساعد الزوار ان هم يجوا المدينة بتاعتنا من مهتمين ضمن لمشروعنا. بعد كده بقى كمبيوتر ريبيرز اللي هي تصليحات الكمبيوتر او الحاسب الالي. هاي نيبرز اي هاف اكسبيرينس ان ريبيرينج كمبيوترز اند موبايل فونز جيف مي ا كول اف يو نيد هيلب. بيقول اهلا بجراني انا عندي خبرة في تصليح الكمبيوترات والتليفونات لو محتاجني كلمني. تمام طيب تعالوا نشوف الصفحة التانية. بعد كده بيقول ليتس هيلب ذوز ان نيد يلا نساعد الناس اللي ايه المحتاجين. بيقول please donate food to people who don't have enough. Volunteers are also wanted to help deliver boxes. بيقول لو سمحت تبرع بالطعام للناس اللي ما عندهاش. وبيقول المتطوعين كمان محتاجين ان هم help deliver boxes يعني يوصلوا الايه الصناديق. بعد كده الارت كلاس اللي هي حصة الرسم. The community center is going to be closed on Saturday next week from 4 PM to 7 PM for an art class. بيقول ان المركز المجتمعي ده يعني اللي هم بيعملوا فيه هيقفل يوم السبت الاسبوع الجاي من 4 لـ 7 عشان حصة الايه الرسم. الجرافيتي بيقول I was disappointed to see the graffiti on the walls of the town hall. This is a historic building. What are you going to do about it? بيقول انا محبط ان انا شفت الرسومات دي. طب ايه المشكلة ما يرسموا ما ممكن تبقى حاجة جميلة. المشكلة ان هو كان historic building مبنى تاريخي يعني ما ينفعش اكتب عليه اي حاجة ولا اشخبط عليه. بيقول هنعمل ايه بقى في المشكلة دي. تمام طيب تعالوا بقى ناخد القصة بتاعت النهاردة. ديفيد كوبرفيلد باي تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز يا اولاد كاتب انجليزي مشهور من القصص بتاعته ديفيد كوبرفيلد. تعالوا بقى نقراها مع بعض. I was working in the factory. طبعا مش تشارلز ديكنز هو اللي بيقول. هقرب بس الكاميرا. ده ديفيد كوبرفيلد طبعا هو اللي بيحكي. فبيقول I was working in the factory when one day my manager greeted me. You have a visitor, he said. This is my Mr. McCober. تمام اسميهم غريبة. بيقول انا كنت شغال في المصنع في يوم من الايام وجاء المدير بتاعي حياني وقال لي ده انت عندك ايه حد جاي يزورك. طلع مين؟ قال له ده مستر مين مكوبر. قال له بليز تو ميت يو ديفيد سيد ذا مان. بيقول له كويس او فرحان ان انا قابلتك يا ديفيد. مين اللي قال كده؟ الراجل. اي وود لايك تو بي ماي لادجر. قال له حابب ان انت تكون عندي ايه نزيل. He took me to his house after work. بيقول لك خدني البيت وبعد الشغل. It was as poor and old as he was. بيقول البيت بقى كان ايه يعني البيت باين عليه ان هو فقير وكمان يعني البيت قديم زي مين؟ زي الراجل. He lived there with his thin wife. بيقول عايشين هو عايش هناك مع مراته اللي هي ايه رفيعة ضعيفة يعني. Their baby and two small children. وكمان ابنهم الرضيع وعندهم 2 أطفال صغيرين. I never thought that we would need a lodger, said Mrs. McCober. But we don't have enough money, you see. طيب مراته بقى قالت للولد ده ايه؟ قالت له احنا مش عايزين نزيل بس احنا محتاجين فلوس زي ما انت شايف. تمام. I was 10 years old and I had no help from my family but my money from the factory paid for my food and room. بيقول انا كان عندي 10 سنين وما كانش عندي اي مساعدة من عيلتي يعني ما كانوش بيساعدوه. بيقول لكن الفلوس اللي كنت باخدها من المصنع كانت بتكفيني الاكل وايه ان هو يدفع الاكل والغرفة اللي هو مستأجرها. The McCobers were very kind. بيقولك بقى عيلة مكوبر دول كانوا طيبين. But they were even poorer than me. لكن كانوا افقر مني. One day Mrs. McCober said that we have nothing to eat in the house. I tried to give her some money. بيقول في يوم من الايام بقى مرات الراجل ده قالت احنا ما عندناش اي حاجة تتاكل في البيت وهو حاول ان هو يديها الايه الفلوس.
تعالوا نكمل. بتقول ايه؟ I can't take this، انا مش هقدر اخد منك الفلوس. But we have some things that we can sell. Can you help us؟ قالت له مش هقدر اخد منك فلوس، هي بقى عندها كرامة فما رضيتش تاخد منه الفلوس. قالت له بس عندنا حاجات ممكن نبيعها، ممكن تساعدنا. So I sold some of their old books and furniture. I gave the money to Mrs. McCober and she was able to cook us all the healthy meal. بيقول بقى ساعدتها، بعنا شوية كتب قديمة وكمان عفش قديم واديتها الفلوس وعملت لهم وجبة صحية. تمام ليهم كلهم. ما هو النزيل زي ما قلت لك، اللادجر ده زي البنسيون، هو قاعد في اوضته ماشي بينام فيها اوكي، لكن الاكل مثلا والحمام وكده بيبقى مشترك مع الناس كلهم، ده البنسيون، فهو اللادجر كده. تمام. طيب تعالوا بقى نحل هنا على الكلمات اللي اخدناها والقصه دي. بيقول لي is a person who pays for a room in a house، بيدفع بقى لغرفه يبقى اللادجر. دي مفتاح الحل، اول ما تلاقي كلمه روم بيدفع لغرفه يبقى ده اللادجر. means to say hello or to or welcome someone، انا هقول له مرحبا او ويلكم يبقى انا بعمل له greet ان انا بحييه. the antonym of ill is، عكس ill مريض، تبقى ايه؟ well حسن. تمام. the antonym of the word free، عكس كلمة free مجاني يبقى paid، تمام مدفوع، لكن unpaid زيها زي free نفس المعنى. I read an interesting note about the new museum، انا قريت ايه عن المتحف الجديد، يبقى انا قريت leaflet منشور او كتيب. they put some note in the park for people to sit on for a rest، حاجة محطوطة في البارك في الحديقة عشان نقعد عليها يبقى benches اللي هي المقاعد. I listen to many local radio not on my phone، يبقى radio stations، تمام محطات إذاعية. الصفحة الثانية بيقول لي there is an article about my school in the local A، يبقى local newspaper. بيقول أنا قريت article تمام عن مدرستي في local A، يبقى local newspapers المجلة. most people use not network sites to communicate، يبقى هنستخدم الايه؟ social. طيب students made not to tell people about how to stop pollution، هقول لهم ايه عشان يوقفوا التلوث، يبقى هعمل لهم posters منشورات. the manager always has not with the staff، يبقى دايما بيبقى المانجر بيعمل ايه مع الستاف؟ meetings اجتماعات. it was sunny so we were surprised by the note of the forest، يبقى darkness. not people in our village grow crops، مين بقى اللي في القرية اللي بيزرعوا المحاصيل؟ يبقى local people الناس المحليين. هي is with not by the kindness، يبقى فرحانة بالطيبة بتاع صحابها، يبقى pleased. not means meeting means writing or pictures، انا هعمل صور على الحيطان، يبقى ده الايه؟ الجرافيتي بالاف مش بالفي لان دي جاذبيه. the quality of being kind helpful and caring towards people، يبقى دي بنسميها kindness. not is a board، board بكتب عليها messages، يبقى notice board. تمام. طيب هنا بقى our teacher is a kind and helpful، the synonym of kind نفس معنى كلمة kind، يبقى ايه؟ friendly عطوف. we add ness to weak عشان اخليها ايه؟ يبقى add noun اسم الضعف. perfect ايه؟ هيديني ال opposite بتاع pleasant، يبقى unpleasant. he is a worker in an art which makes clothes، بيعمل ملابس، يبقى factory مصنع. thanks not my elder brother، يبقى شكرا لأخويا الصغير، يبقى thanks for my elder brother. I could achieve my goals and be surgeon. تمام. not me، me a cold، يبقى give me a cold. خلاص. be thanks to my elder brother، thanks to، شكرا لأخويا ان هو خلاني ايه؟ ابقى جراح بفضله يعني. طيب اخر اتنين بقى بيقول لك there are a lot of not buildings in Egypt، مباني تاريخية، يبقى historic. he is very old، sure he has a lot of، هو كبير يبقى عنده experiences خبرات كتيرة. تمام. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، ان شاء الله بقى المرة الجاية هناخد حاجة جديدة جدا، اول مرة اشرحها على القناة، وكمان هنشرح الجرامر بتاعنا. خلاص لو عايزين بقى اي حاجة سنة تالتة اكتبولي في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.